السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع درس جديد من دروس تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ملحقات المد الطبيعي. اتكلمنا في الدرس الماضي عن المد الطبيعي، عرفنا تعريف المد الطبيعي وإيه هي حروف المد. النهاردة هنتكلم عن ملحقات المد الطبيعي. ملحقات المد الطبيعي 4 ملحقات للمد الطبيعي. عايزك الأول هنعرف الملحقات هم إيه الأربعة، وبعد كده هنبدأ ناخد نوع من ملحقات المد الطبيعي. عندي 4 أنواع: مد العوض، ده رقم 1، مد البدل رقم 2، مد الصلة الصغرى 3، والألف في هجاء حي طهور. في هجاء حي طهور، طبعا كل شيء من ده إن شاء الله هنفصله حلقة لوحده ودرس لوحده وهنعمل تطبيق عليه. يبقى ده رابع إيه؟ رابع ملحق من ملحقات المد الطبيعي. طيب ايه اللي يخلينا اقول ملحقات المد الطبيعي في العموم كده؟ انك انا عايزك تعرف ان كل نوع من انواع المد ده بيكون حركتين، بيكون 2 حركة زيه زي مين؟ المد الطبيعي. وده سبب التسمية بتاعته ان هو ملحقات المد الطبيعي، يعني ملحق به في الحركة بتاعته. يبقى مد العوض 2، مد البدل 2، مد الصلة الصغرى 2، الالف في هجاء حي طهر بيكون 2. ده سبب تسمية ملحقات المد الطبيعي. اول نوع عندي اللي هو مد الايه؟ مد العوض. ده اول نوع النهاردة هناخده، وهو مد الايه؟ العوض. تعريف مد العوض ايه؟ هو إبدال التنوين المنصوب، ركز معايا على الكلمات، إبدال التنوين المنصوب ألفا لدى الوقف ما لم يكن التنوين على تاء التأنيث المربوطة. إبدال التنوين المنصوب، يبقى أنا عندي الفتحتين هما الكلام فيهم، خلاص ماليش دعوة بالضمتين ولا الكسرتين. بيحصل عندي إبدال التنوين المنصوب ألفا لدى الوقف، يبقى عند الوقف، يبقى الوصل بياخد معايا حكم المين؟ حكم التنوين. يبقى أنا ما بتكلمش في مد العوض إلا لما أنا هقف على مين؟ على التنوين المنصوب. لو أنا وصلت هيبقى عندي حكمه حكم مين؟ حكم التنوين بالنسبة للإضغام أو الإظهار أو الإخفاء أو الإقلاب. لدى الوقف يخرج عندي مين؟ الوصل، خلاص؟ ما لم يكن التنوين ده استثناء، اللي هو ايه؟ اللي هو التنوين ده ما يكونش تاء مربوطة، ما يكونش تاء التأنيث المربوطة، تمام؟ انا هوري لك دلوقتي، انا عايزك تفهم كده التعريف وتبقى فاهم التعريف نفسه اللي بيحصل عندي. ابدال التنوين يعني التنوين ده بيحصل فيه ابدال بألف في اخر مين؟ بألف في اخر الكلمة. لدى إبدال التنوين المنصوب ألفا لدى الوقف، يبقى عندي بيخرج الوصل ماليش علاقة به. ما لم يكن يعني في عندي استثناء لمين؟ للتنوين على حالة التاء التأنيث المربوط. شوف عندك كده في الأمثلة، مقتدرة، عندك تنوين اهو صحيح بالفتح. أنا هقف كده، هتقرأ وقفا إزاي؟ مقتدرة، الألف اهي إبدال التنوين المنصوب ألف، هي دي. مش المفروض دول يبقوا فتحتين أهم؟ مش هما هنا كده فتحتين؟ خلاص إحنا هنا كده بقت فتحة واحدة على الراء، والألف ده هو ده الإبدال اللي حصل علشان يحصل عندي المد الإيه؟ مد العوض اللي هو من ملحقات المد الطبيعي. مقتدرة را، تمام؟ ده الإيه؟ المد الحركتين را. شوف كده، ما عندك هنا فتحتين اهم على الهمزة، احنا قلنا عندي استثناء مين؟ تاء التأنيث المربوطة. طيب شوف كده، ما هيحصل ايه؟ الهمزة اهي هيبقى عليها فتحة واحدة اهي، شوف هتقرأ وقفاً ايه؟ ما وبعد كده التنوين التاني ده اهو اللي هي الضمة الفتحة التانية ده هتبدأ الالف، فهتبقى الف هنا في نهاية الايه؟ في النهاية زي ما انت شايفها كده. ما طيب شوف عندك تاء التأنيث، إذا كان التنوين على تاء التأنيث المربوطة يوقف عليها بالهاء الساكنة، خلي بالك إحنا في حالة الوقف بالنسبة على التاء التأنيث المربوطة هتقرأ إيه؟ هتقرأ هاء. طب وصلت هتقرأ تاء.
بتقرأ تاء في الوصل وبتعامل خلاص هتبقى تاء ومعاها الايه، ومعاها الفتحتين اللي هو معاملة الايه التنوين. شوف كده الأمثلة، قرية عندك فتحتين اهم، ودي تاء التأنيث الايه المربوطة. ايه اللي بيحصل؟ انا جيت اقف عليه هقول قرية اهي، خلاص بقت هاء، التاء دي بقت هاء. طب انا بوصلها قرية بعدها واو بعدها همزة، قرية آمنة، ها يبقى انت مالكش علاقة خالص بموضوع الايه، بموضوع مد العوض، انما انت هتكون الشغل بتاعك في التنوين بالايه، بالفتح، تمام؟ زي ما انا قلت لك في الاول هنا، لو انت هتوصل هيكون ما عندكش وقف ايه، ما يكونش عندك مد العوض، يبقى تقرا وقفا قرية. طب هتوصل هتبقى تاء، شوف كده آمنة، تاء التأنيث المربوطة وإيه؟ وعليها الفتحتين اهم، هتقرأ في الوقف إيه؟ آمنة، ها ها الهاء اهي، يبقى تاء التاء المربوطة تاء التأنيث عند الوقف عليها اللي عليها التنوين بالفتح هتقرأ إيه؟ وتنطق هاء، عند الوصل هتقرأ تاء. هنبص كده في المصحف، شوف كده معايا في سورة البقرة، الذي جعل لكم الأرض فراشا، ها تنوين بالفتحة اهو، تنوين بالفتح يا جماعة، هنا بيبقى التنوين بالفتح بيكون على الحرف الايه اللي قبل الايه الالف، تمام؟ طيب فراشة شا، يبقى لو جيت تقرأها وتكتبها هتحط فتحة واحدة على الشين والالف هتبقى موجودة، خلاص. والسماء بناء، واخدين بالكم الهمزة هتقف عليها في مد عوض هنا، في مد عوض هنا هتحط فتحة واحدة على الهمزة ويبقى فيها هنا ألف إيه بعد الإيه الهمزة. وأنزل من السماء ماء، همزة وفتحة واحدة عليها كقراءة وكنطق، ويبقى في بعدها إيه، في بعدها ألف. كده أنا وريت لك في بناء وإيه وماء، أخرج به من الثمرات رزقا، قا لو هتقف، فلا تجعلوا لله أندادا، ماشية معاك كده على طول، ما لم يكن إيه تاء تأنيث مربوطة. ركز معايا كده هنا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، شوف كده هي بعوضة تاء تأنيثة ومنونة بالإيه عليها تنوين بالفتح. طب أنا وقفت عليها بتبقى هاء، وصلتها هتبقى تاء، ما بعوضة ف، ما بعوضة، شايف النطق، وقفت هاء وصلت تاء، ويبقى انت شغال على مين، على التنوين، انما عند الوقف على ما فيش فيها ايه مد عوض. ركز كده معايا هنا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، شوف هاء هاء مش تاء، فهي تنوين بالفتح دائل ايه بيكون عندها، هوصل هيبقى تنوين بالفتح وبعده قاف، خليفة قالوا، يبقى عندك إخفاء، يبقى اتعاملت معاملة التنوين خلاص، يبقى أنا كل الكلام بتاعي في حالة مين، في حالة الايه الوقف، ماليش علاقة في حالة الايه، في حالة الوصل. أنا عايز الصفحة رقم 7، الصفحة رقم 7 من سورة البقرة، هنخرج منها مد الايه، مد العوض اللي موجود فيها، وده هيكون الواجب بتاعنا، ولو فيها فيها تاء تأنيث هنوضح الايه النقطة دي، ده المطلوب مننا في الايه في الدرس ده، وده طبعا بيكون عند الوقف على مين، على التنوين بالفتح. إن شاء الله هنكمل باقي الملحقات إن شاء الله في الدروس تباعا. أسأل الله الكريم الحليم أن ينفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم يا أهل القرآن، ونلتقي دائما على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.